هذه القاصفة التي استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية ليلة أمس لقصف خمسة مواقع مثل ما تفضلت، وتأكدت من ذلك عن طريق التقارير والمقابلات أن القصف استهدف مناطق أو منطقة ذات مواقع نقل إليها الحوثيون منصات الإطلاق بالنسبة للصواريخ الفلسطينية أرض بعيد المدى، يعني ذات 2000 أو 2200 كيلومتر إلى منطقة صعدة، ووضعوها أو ثبتوها في شقق ما بين الجبال في تلك المنطقة الجبلية الحقيقة الصعبة جداً. فلما اكتشفت المخابرات أو الاستخبارات الأمريكية العسكرية هذه الحركة قاموا بهذا القصف الذي لا يفيد، يعني القصف لا يفيد باستخدام طائرات هجوم أرضي ground attack يعني كF-16 مثلا أو F-18 التي تقلع من حاملات الطائرات الأمريكية، وإنما كان وجوبا أن تستخدم طائرة قاصفة. هذه الطائرة القاصفة B-2 Sprint هي أحدث قاصفة شبح في العالم لدى الولايات المتحدة ماذا نعرف الأمريكية. عنها سيادة العميد، ما هي ميزات هذه القاذفة التي جرى الحديث عن عدم استخدامها لقرابة 8 سنوات وتستخدم اليوم في اليمن؟ مضبوط، نعم صدقت في السؤال. يعني هذه القاصفة هي قاصفة عملاقة ثقيلة ذات مدى بعيد 12.25 كيلومتر 12.25 كيلومتر، وسرعتها نعم صحيح أخفض من سرعة الصوت تقريبا 960 كيلومتر ساعة، ولكن القاصفات بصورة عامة لا تحتاج إلى سرعة تفوق سرعة الصوت، يعني لا داعي لذلك بشكل عام. وهذه القاصفة تحمل حوالي 22 طن وربع طن من القنابل والمخزوفات بما فيها أم القنابل. أم القنابل ذات أوزان متعددة مثلا 5 أطنان أو 7 أطنان 9 أطنان ووصولا إلى 12 طن. فإذا كانت مثلا من طراز 12 طن بوزن 12 طن فهي قادرة على حمل يعني قنبلة من طراز أم القنابل واحدة معها مثلا واحدة من طراز أو من وزن 9 أطنان. على كل حال هذه هي المتاحة، ونحن نعرف اقتدارات أو اقتدار القنابل التي تسمى بمذر أوف بومز، يعني أم القنابل التي استخدمت في جبال تورابورا في عام 2001 عند الغزو الأمريكي لأفغانستان من جهة، ومن جهة أخرى في أواخر عهد الرئيس ترامب في عام 2000 مثلا أو عفوا 2020 أو 2013 أجريت قنبلة تجربة في أفغانستان لقنبلة تسمى أم القنابل الأثقل في العالم 12.5 طن. ماذا استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق هذه القاصفة ليلة أمس؟ المعلومات غير متاحة. هذه القاصفة انطلقت من قاعدة أمريكية بريطانية مشتركة في وسط المحيط الهادي اسمها دييغو غارسيا تقريبا 4000 كيلومتر مسافة ما بين هذه القاعدة. هذا لناحية المسافة، لكن إذا ما تحدثنا عن الأهداف سيادة العميد، معلوم أن جغرافية اليمن والمناطق التي يقطنها الحوثيون ليست بمناطق سهلية إنما جبلية، هكذا نوع من طائرات وهكذا نوع ربما من ذخائر، هل ممكن لها أن تخترق حتى الجبال؟ نعم سيما الصخرية. نعم حتى الجبال بعمق يقال أنه 60 كيلومتر على الأقل، هذا طبعا حسب طبيعة الأرض، إن كانت صخرية لحد 60 كيلومتر ربما أكثر فيما إذا كانت هشة نوعا ما، ولكن هذه المنطقة منطقة صعدة أنا زرتها حقيقة في عام 1984 و86 ضمن وفد عسكري، يعني أصعب بكثير وحقيقة أوعر بكثير من جبال شمالي العراق، يعني حقيقة
منطقة يعني تجذب الاستغراب، وكيف يتنقل الإنسان في مثل هذه المناطق. على كل هناك شقوق وهناك كهوف وهناك مغارات كثيرة تستوعب ربما لواء كامل من الجيش مثلا البري. وبالنسبة لمنصات الإطلاق عندما تخبأ هناك فلا مجال سوى استخدام القنابل الخارقة للأعماق، وليس من الطراز الاعتيادي الذي يستخدم في غزة أو استخدم في غزة ويستخدم كذلك في لبنان، ولكن من نوع الثقيل جدا التي تسمى أم القنابل مثل ما ذكرت. طيب، يعني ربما استهدفت عدة مناطق في اليمن من قبل القوات الأمريكية، الطيران الأمريكي تحديدا في الحديدة، في صعدة، في دمار وغيرها من المناطق. ما الذي يدعو اليوم لاختيار طائرة الشبح B2؟ هل يقرأ في ذلك ربما فيه استعراض للقوة مع دنو رد إسرائيلي محتمل على إيران؟ نعم بالضبط، نعم بالضبط، ورسالة إلى إيران بأن طائرات طبعا على قول الولايات المتحدة الأمريكية بأن طائراتنا موجودة وجاهزة للاستخدام انطلاقا من قاعدة ديوغاريسيا، وهي نفس المسافة تقريبا، يعني ديوغاريسيا إلى إيران أو ديوغاريسيا إلى اليمن، فالمسافة تقريبا متقاربة يعني حوالي 4000 كيلومتر، وهذا ضمن نصف قطر المدى بالنسبة لي، نصف المدى بالنسبة لطائرات البيوان. فهذه رسالة ليست فقط إلى اليمن وإلى الحوثيين، وإنما إلى إيران، فيما إذا أقدمت يا إيران على إيذاء إسرائيل ردا على الضربة المتوقعة الإسرائيلية المتوقعة، فكل أهدافك يا إيران تحت المرمى الأمريكي بالنسبة لهذه الطائرة وطائرات أخرى، ولكن هذه الطائرة بالذات يعني لكونها شبح فإنها لا ترصد بالرادارات، إذن لا تستهدف عن طريق الصواريخ أو المغذوفات أرض جو.